بس وقف، يلا اظبط الكادر. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب المفروض دلوقتي بقى هنبدا في انواع التكاثر اللاجنسي. اول نوع من انواع التكاثر اللاجنسي هو الانشطار الثنائي. كل نوع من انواع التكاثر اللاجنسي هنسال فيه سؤالين وبعد كده هنزود شويه افكار. في سؤالين اساسيين، ايه السؤالين دولت؟ مين وازاي؟ يعني ايه؟ يعني مين الكائنات اللي بتتكاثر بالانشطار الثنائي وازاي بيحصل الانشطار الثنائي؟ منطقي جدا يعني. طيب السؤال الاول بتاع مين؟ بيحصل في الكائنات وحيده الخليه فقط. اصل الانشطار الثنائي معناه ان هي خليه بتنقسم لخليتين، فلازم ان يحصل في الكائنات وحيدة الخلية. زي مين بقى؟ زي البكتيريا اللي احنا كنا بنقول عليها اوليات ايه؟ اوليات نواة، يعني ما عندهاش نواة. وبيحصل في الاوليات الحيوانية. مين بقى؟ صح؟ الاوليات الحيوانية اللي هي الاميبا والبراميسيوم واليوجلينا، بس هي مش معاهم هنا. والبراميسيوم. طيب بيحصل في حاله كمان اسمها الطحالب البسيطه، لان في طحالب معقده شويه بتبقى اكتر من خليه، انما الطحالب البسيطه عباره عن خليه واحده. انا بصراحه بلاقي ان حرف الب مميز فيهم قوي، يعني بكتيريا، براميسيوم، اميبا. اكتر حرف مميز في الاميبا هو الب، يعني انت عمرك ما هتيجي تتك على الالف، هتحس ان انت ما في مطب مثلا اميبا، لا مش كده، هتلاقيه اميبا ب واضح. الطحالب البسيطة واضحة برضه، صح ولا ايه؟ طبعا الكلام ده غير منطقي، بس هو لبس في دماغك وده المطلوب اثباته، فخلاص هي الحاجات اللي فيها حرف الايه؟ الب بالظبط. طيب بيحصل بقى ازاي؟ يعني احنا كده جاوبنا على السؤال اللي هو بتاع مين اللي بيتكاثر بالانشطار الثنائي، بعد كده ازاي؟ بكل بساطة ديت عبارة عن خلية للاميبا، وادي النواة بتاعتها. الخلية ديت 2 نون، بنبص لقينا الخليه ديت بدات تعمل كده اهوت، والنواه دهيت بتنقسم ميتوزي لنواتين، اهيت وهيت، كل واحده 2 نون. بعد كده السيتوبلازم عمال يضيق يضيق لحد ما تفصل الخليتين عن بعض، فديت بقت اميبا منفصله وديت اميبا منفصله بالنواه والسيتوبلازم، بالنواه والسيتوبلازم. ده كده انقسام ميتوزي. وطبعا في مرحله اهوت اسمها تضاعف، اصل هنا 2 نون وهنا 2 نون، فانت هتقول لي من اين لك هذا وكيف للاثنين نون ان هي تدي 2 نون و2 نون؟ فانا اقول لك لا، ده تضاعفت الاول عشان تقدر تنقسم. مين اللي بينقسم الاول، النواه ولا السيتوبلازم؟ النواه ثم السيتوبلازم. حد شايف الفرد الابوي؟ اختفى، هو عباره عن كان خليه ادت خليتين جداد وهي اختفت. فمن مميزات التكاثر دوت رقم واحد اختفاء الفرد الابوي. رقم 2 التساوي، يعني ايه؟ يعني الخليتين دول قد بعض بالظبط. حتى هو اسمه ما اسموش انقسام ثنائي، اسمه انشطار ثنائي. اللغه العربيه شطر معناها نصف، يعني انت ممكن تقول الشطر والنصف، الانشطار هو الانقسام المتساوي، تمام؟ فيبقى الخليتان الناتجتان متساويتان في الحجم، في الحجم، وطبعا متساويتان كمان في الصفات. اصل انا لو قلت لك متساويتان في الصفات هتقول لي طب ايه ده؟ طب ما كل التكاثر اللاجنسي متساوي في الصفات، ولكن اقول لك متساويتين في الصفات 2 نون و2 نون، نفس ال2 نون اللي هناك وفي الحجم كمان. حلو قوي. طيب ده كده السؤالين الاساسيين، مين وازاي؟ ناقص لك بقى شويه معلومات. اول حاجه الظروف الغير مناسبه، الاميبا بتعمل حاجات غريبه. الظروف الغير مناسبه ديت الاميبا تلاقي الظروف حواليها مش مناسبه، فتحيط نفسها بغلاف من ماده اسمها القيتين، تعمل حاجه اسمها التحوصل، العمليه اسمها التحوصل. فالحاجه اللي اتكونت ديت اسمها حوصله. الحوصله ديت لما جينا نحللها نشوف الماده اللي بتتكون منها، لقيناها ماده اسمها قيتين وليس كيوتين. وعلى فكره الجمله الكلمه ديت قابلتنا واحنا بنحل في كتاب الامتحان على الدرس الاول. كان في سؤال كده وبيقول مين المادة التي ليس لها علاقة بالدعامة في النبات، وجايب لك سليلوز ولجنين وكيوتين وكيتين، فانت اخترت الكيتين عشان ما كنتش تعرفه، فقلت لك اكتب جنبه اميبا، اهي الاميبا جت. يبقى ديت المادة اللي بتحيط الاميبا بها نفسها في الظروف الغير مناسبة حتى تحمي نفسها من هذه الظروف.
طيب وبعدين تظل كده لحد ما الظروف تتحسن. طب افرض الظروف خدت وقت، نضيع احنا الوقت دوت؟ تقول لك لا، تقعد تنقسم انقسامات كتير جوه، فتبقى عامله كده، دي الحوصله، وتلاقي بقى جواها اميبات كتير كتير قوي. فاللي حصل دوت اسمه انشطار ثنائي، لا انشطار ثنائي متكرر. الكلمه دي مهمه كتير، عمال على طول، واقول لك اشمعنى ليه، اشمعنى على طول يعني. وبعد كده لما يحصل تحسن في الظروف تتحرر، تتفتح الحويصله وتتحرر الاميبات الصغيره، الاميبات الصغيره. طب هي انشطرت كتير ليه؟ عشان ما تضيعش الوقت، ما تستغل الوقت اللي هي قافله على نفسها فيه دوت، كده كده مش هتخرج. لما الظروف تتحسن تخرج واحده ولا تخرج كتير؟ كتير، يبقى ما ضاعتش الوقت، يبقى انشطار ثنائي متكرر. ركز بقى عشان هنعلى شويه بالليفل. ليه انشطار ثنائي متكرر؟ هو ايه فرقه عن دوت؟ يعني ده اسمه انشطار ثنائي بس، ده متكرر ليه؟ دلوقتي هنفترض ان الاميبا ديت وزنها مثلا يعني كيلو، طبعا كيلو ده ضخم جدا، هي اصلا لا ترى بالعين المجرد. هنفترض ان وزنها كيلو، لما تيجي تنقسم هتدي نص كيلو ونص كيلو. الظروف هنا حلوه ولا وحشه؟ حلوه. فتلاقي النص كيلو هتتغذى وتبقى كيلو، وبعد كده تنقسم. يبقى اللي بيحصل انشطار وبعدها تغذيه، وبعد كده انشطار، بعد كده تغذيه وانشطار. يعني بص كده الكيلو يبقى نص ونص، سيبك من النص ده، النص ده هينقسم ولا يتغذى؟ يتغذى لحد ما يبقى كيلو تاني، وبعد كده ينقسم نص ونص، وبعد كده يبقى كيلو تاني وينقسم نص ونص. يعني هنفترض ان هو مثلا شخص عنده 20 سنه بينقسم، بيدي شخصين صغيرين، الشخصين دول بيستنوا لما يكبروا وكل واحد يدي شخصين تانيين. طبعا يعني عشان المثال يقرب، يعني المهم ان في مرحله، لان الظروف حلوه الغذاء موجود، فليه ما نستغلش الوقت؟ نستغل ونعمل تغذيه وبعد كده ننشطها. انما هنا الظروف حلوه ولا وحشه؟ في غذاء اصلا، هي قافله على نفسها. فالاميبا اللي هي كانت كيلو هتدي اتنين، نص ونص. هل في امكانيه ان النص يبقى كيلو؟ مفيش غذاء اصلا. فنقول له انت رايح فين؟ يقول لك انا رايح اعمل التغذيه. يقول لك مفيش تغذيه اصلا، انشطر. فانشطر بسرعه، فيبقى ربع وربع. الربع يقول لك انا رايح اتغذى. اتغذى ايه؟ احنا قافلين على نفسنا اصلا، مفيش غذاء. انشطر، فيبقى تمن وتمن، والتمن 1/16 1/16 واحد، فاهمني؟ ويقعد ينقسم كتير بسرعه، لان اصلا مفيش اوبشن اسمه تغذيه، لان هو قافل على نفسه. فيبقى انشطار ثنائي متكرر، حتى يقول لك اميبات صغيره لانها ما بتتغذاش. طب هتتغذى امتى؟ لما الظروف تتحسن وتخرج، ساعتها بقى ارض الله واسعه تبقى تتغذى. فهمتوا الفكره؟ طيب في مسائل بتيجي في الحته ديت، مسائل بتاعت رابعه ابتدائي والله العظيم، واقل من كده كمان. فما تنشنوش دماغكم وتحسوا ان هو يا لهوي مسائل وارقام، وتبدا تدور على الاله الحاسبه وانا ايه اللي جنبي. عبيطه، مش الخليه بتدي خليتين، والخليتين بيدوا اربعه، والاربعه بيدوا ثمانيه، والثمانيه بيدوا 16، والكلام دوت ماشي. ادي المسألة، بدأنا بأميبا، وزمن الانشطار الواحد، انشطار الثنائي الواحد مرة واحدة يعني، يساوي 5 دقائق. احسب عدد الأميبات بعد 25 دقيقة. غلط السؤال، الإجابة الأولى غلط. عشرة تجمعهم ليه؟ ما هو الفرد الأبوي بيختفي. ماشي كمل بقى وصل. جدعان بجد أنا زعلان. صح، مين اللي قال؟ 32 يا جماعه. هي مش الواحده بتدي اتنين؟ دول اول 5 دقائق، والاثنين بيدوا كام؟ ادي كده 10 دقائق، والاربعه يدوا 8، 15 دقيقه، الثمانيه يدوا 16، ادي كده 20 دقيقه، ال 16 يدوا 32، ادي 25 دقيقه. يا عم بص اعمل كده اهو. اسمع بقى، اسمع بقى معايا، عشان انت هي مسائل رابعه ابتدائي بتتحل بطريقه رابعه ابتدائي. انت هتعمل كده، الواحد يدي اتنين، والاتنين يدي اربعه، عارفين بنفس الصوت ده بتاع رابعه ابتدائي، والاربعه تدي 8، وال8 ب 16، وال16 32، اربعه و 60 180 كده، يعني 128 256 وهكذا لو انت فاضي. السهم بيعبر عن انشطاره، حلو.
والزمن الزمن اشترى الواحده كام؟ 5. اكتب ان هو 5 دقائق، يبقى كده 10 دقائق، ادي كده 15، ادي كده 20، ادي 25. بعد ال 25 دقيقه بقوا كام؟ 32. 32 اميبا. طيب احسب الزمن اللازم للوصول الى 128 اميبا. 35 اهو، هنزود هنا كمان 5، ادي كده 30 دقيقه، وكمان 5، ادي 35 دقيقه. ما هو اول 5 دقائق الوحده هتبقى 2، كمان 5 دقائق 4، كمان 5 دقائق 8، 16، وهكذا لحد ما توصل ل 128. بص هي ليها طريقه رياضيه، بس انا بحس الطريقه الرياضيه ديت يعني ايه، بنعقد الامور على الفاضي. هي بتتحل بالطريقه دي بالراحه. الطريقه الرياضيه هيقول لك ايه؟ بص احنا ممكن نجيب عدد الانقسامات. اقول لك ازاي؟ هنجيب الزمن الكلي على زمن الانقسام الواحد. 25 على 5 يبقى 5، يبقى انقسمت 5 مرات. قلت له اه، وبعدين؟ قال لي الخمس مرات دول بقى تضرب 2 اس 5 ب 32. طب وليه يا حبيبي اس ايه بس؟ انت اصلا هربان من الرياضه لعلم علوم، ما نضحكش على بعض. فانت تعمل ايه؟ بص بقى، تقوم جاي قال واحد يدي 2، ادي سهم يبقى انقسام، كمان سهم الثاني الثالث الرابع، ايه ده؟ 1 2 3 4 5، 5 اسهم. بعد الخمس اسهم بقوا كام؟ 32، اللي هي 2 اس كام؟ 2 اس 5. طيب لو هو مديك العدد الكلي 128، بص الواد الرياضي بقى الفركوك، هقول لك بص احنا ممكن نجيب عدد الانقسامات ازاي؟ هنجيب لوغاريتم 128 للاساس 2. بالظبط بالظبط، هو ده الرياكشن اللي انا عايزه. اصل هو كل سنه بيطلع الواد اللي هو كان عايز يدخل علم الرياضه ده، على فكره انا ابويا وعمي مدرسين رياضه اصلا يعني. فهم قال لك لا احنا هنجيب اللوغاريتم، ولا اصل مش اللوغاريتم بس، هو لازم يقول لوغاريتم الاساس 2، لان ديت مضاعفات 2، فاهمني؟ او اللي هي الاسس بتاعت 2. فلا ما الموضوع صعب والله بجد، والله بجد المسائل كلها بتتحل ان انت تعمل السلسله اللي انا بقول لك عليها دي، الواحد يدي 2 والاثنين 4 وهكذا، واعتبر السهم انشطار، واكتب على السهم الواحد زمن الانشطار الواحد. طيب نقول مساله ثانيه، لو افترضنا ان زمن الانشطار الواحد 3 دقائق، احسب عدد الاميبات بعد، لا كتير قوي كده، خلينا نقول 18 دقيقه. يا راجل يا راجل، انا عايز عدد الاميبات. 6 انشطارات يعني 64. انت هتعمل ايه؟ هتكتب اللي انا كاتبه دوت، وبعدين تقول لي ثواني، اسمع بقى اسمع بقى، انت هتقول لي مش الانشطار بثلاث دقائق، يبقى السهم عليه 3 دقائق، 3 يبقى كده 6، يبقى كده 9، يبقى كده 12، يبقى كده 15، يبقى كده 18، يبقى 64. تمام؟ ممكن بقى قال ايه؟ قال كده بيصعب يعني، يوم جاي قال لك طب لو احنا بادئين اصلا بثلاث اميبات، هتجيب 64 وتضرب في 3، كانه كل واحده هتمشي في طريق مستقل، يعني بعد 18 دقيقه الواحده هتنتج 64، والثانيه هتنتج 64، والثالثه هتنتج 64، واجمع 64 في 3. كام؟ كده 6 في 3 ب 18 و 24 ولا كام؟ ولا و 12 192. 192. فانتوا فهمتوا المسائل ديت؟ طب بصوا معايا، تعالوا كده نحول الانشطار الثنائي العادي الى رسم بياني. كل دوت على فكره هي معلومه وانا عمال ادور حواليها بافكار المسائل او افكار الاسئله اللي بتجيلك. ديت الاميبا الاصليه هتنقسم او هتنشطر وتدي 2، صح؟ المرحله اللي بعد كده تغذيه، فكل واحده من دول هتكبر وتبقى قد الاولانيه، ترجع كيلو تاني يعني. وبعد كده كل واحده منهم هتدي فردين، ادي 2 وديت هتدي كمان 2، صح؟ المرحله اللي بعد كده الاربعه دول هيكبروا وكل واحده تدي 2، يبقوا 8، والثمانيه يكبروا ويدوا 2. ليه؟ لان دوت انشطار ثنائي عادي في الظروف المناسبه، فعندنا وقت ان النص يبقى كيلو الاول. انما لو انشطار ثنائي متكرر لا الوضع مختلف. بص كده، مش دي كيلو؟ هتدي 2 نص ونص، صح؟ النص ونص على طول هيدوا ربع وربع وربع وربع، والربع دول وعلى طول مفيش تغذيه، فيبقى 8 تتمان، بعد كده 1 على 16 16 مره، 1 على 32، فاهمني؟ مفيش وقت تتغذى، الربع بيتقسم والثمن بيتقسم على طول، انشطار ثنائي متكرر. في مشكله؟ طيب يلا صور الصبور. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. تاني نوع من انواع التكاثر بيخلص في 3 دقايق بالظبط، هو التبرعم.
التبرعم اول فرق بينه وبين الانشطار الثنائي، لان هما دايما بيتحطوا في مقارنه مع بعض، ان هو قد يحدث فيها الكائنات وحيده الخليه زي مين؟ زي فطر الخميره. وممكن يحصل في الكائنات عديده الخلايا زي كائن كده اسمه الهيدرا وكائن تاني اسمه الاسفنج. كائن اسمه الهيدرا والاسفنج. الهيدرا ده كائن والاسفنج كائن، وتلاقيهم دايما مع بعض في اي حاجه، يعني بيتكاثروا بالتبرعم، وهنقابلهم كمان في التكاثر بالتجدد. حلو. طيب نركز بقى، نشرح الاول فطر الخميره كيف يتكاثر بالتبرعم. اولا فطر الخميره عباره عن خليه، كائن وحيد الخليه، الجدار وادي النواه. البرعم بينشا كبروز جانبي على احد جوانب الخليه الاصليه، يعني كانه طلع له كله هنا حبايه كده. بعد كده هتلاقي ان النواه دي بتنقسم ميتوزي، في جزء منها كده هيروح الناحيه الثانيه وهي ترجع تاني، فبعد ما كانت نواه واحده انقسمت لنواتين، بس في نواه صغيره حجما ونواه كبيره حجما، انما ديت اتنين نون وديت اتنين نون، فاهمني؟ تاني، النواه الاصليه اكبر من النواه بتاعه البرعم، ولكن هنا اتنين نون وهنا اتنين نون، نفس كميه الدي ان ايه. كان انا دلوقتي بقول ده انت، او بلاش دي، لو احنا جايبين صوره مقاس مثلا 12 في 15 ونفس الصوره طبعناها بس مقاس 3 في 4، هياها بنفس التفاصيل ولكن اصغر في الحجم، فكذلك برضه هنا دي كبيره في الحجم ودي صغيره في الحجم، انما الصفات هي الدي ان ايه هو ماشي. وبعدين حاجه من اتنين بقى، يا اما ان هي تبقى عائله قويه ومترابطه وتلاقي ان البرعم يظل متصل بالخليه الام ويطلع برعم جديد، وهنا برعم جديد برعم جديد برعم برعم وهكذا، ويعملوا حاجه اسمها مستعمره خلويه، تمام؟ يا اما ان هي تبقى عائله مفككه والواد اول ما يكبر يقول لهم لا خلاص انا هبدا حياتي مستقل واروح اجيب بيت مش عارف فين وابدا حياتي مستقل، وزي ما عمل في اهله ابنه هيعمل فيه ويبدا حياته مستقل وهكذا، تمام؟ يبقى الخميره ممكن يحصل فيها حاجتين، البدايه واحده، ينشا البرعم كبروز على احد جوانب الخليه الاصليه، تنقسم النواه ميتوزيه وتهاجر للبرعم، ينتقل بعض السيتوبلازم للبرعم، وبعد كده البرعم قدامه حاجه من اتنين، يستمر في النمو حتى يظل متصلا بالخليه الام ويكون مستعمره خلويه، او ينفصل عنها ويبدا حياته مستقله. طيب انا كده خلصت على فكره التبرعم في الخميره، مش اي حاجه. الهيدرا والاسفنج. الهيدرا بيبقى عامل كده، ويبقى ليه حاجات طالعه منه كده اسمها اللوانس، تمام؟ ايه اللي بيحصل بقى؟ بيبقى فيه خلايا اهوت اسمها مثير للجدل، اسمها الخلايا البينيه. دي بتاعت مين دي؟ شبه بتاعت الخصيه. اللي كانت بتتاثر بهرمون ال اتش وبتفرز هرمونين تستوستيرون واندروستيرون. انتوا عارفين حاجه زي ديت كان بيجي في النظام القديم مثلا المدرسين بقى بتوع الاحياء يقول لك السؤال دوت اوائل الجمهوريه، فانت تركز هات لي سؤال اوائل الجمهوريه ده، بيقول لك لو جات لك الحته دي في الامتحان وقال لك اذكر مكان ووظيفه كل من الخلايا البينيه، السؤال ده بيبقى عليه درجتين، لان انت هتفتكر واحده وتنسى الثانيه، انما الواد الفركوك الواد الناصح اللي هيطلع اول جمهوريه ده هيقول له لا هتقصد تلك التي توجد في الخصيه وتتاثر بالال اتش وتفرز التستوستيرون والاندروستيرون، ام تقصد تلك الموجوده في الهيدرا ومسؤوله عن تكوين البرعم، انا فايق برضه، فتاخد الدرجه الكامله وتصبح من الناس اللي هيقفلوا احياء على مصر. ده كان سؤال بقى احنا بنستعد له والناس، فاهمني؟ ده كان سؤال لافف يعني. طبعا ده عبط في النظام الجديد، نظام معادي يا عم، احنا عندنا ده احنا في الهرمونات لفينا فيها كعب داير، ده احنا عملنا تجميعات للصبح، ده احنا جبنا الهرمونات اللي فاهمني؟ الهرمونات التي تؤثر على كذا، الهرمونات التي لا تؤثر على كذا، الهرمونات اللي لها علاقه ببعضها اللي بتلف حوارات. تمام، يبقى ايه اللي بيحصل بقى في الخلايا البينيه ديت؟ تقوم بالانقسام الميتوزي لتكوين البرعم. البرعم ده بيظل ينمو لحد ما ينفصل عن الخليه الام ويبدا حياته مستقلا اهوت لحد ما يكبر تاني ويبقى عنده خلايا بينيه، وادي اللوامس، تنقسم ميتوزي وتعمل برعم ينفصل وهكذا. هنا مفيش مستعمرات خلويه،
تعال كده نقارن ما بين التبرعم هنا والتبرعم هنا. وحيدة الخلية، عديدة الخلايا، ده كائن فيه خلايا كتير. هنا ينشأ البرعم من جانب كبروز على أحد جوانب الخلية، إنما هنا البرعم بينشأ من خلايا متخصصة اسمها الخلايا البينية. هنا قد تتكون مستعمرات خلوية وقد يبدأ البرعم حياته منفصلا، إنما هنا لا تتكون مستعمرات خلوية ويجب أن يبدأ حياته مستقلا. تمام؟ طيب تعال نقارن ما بين التبرعم والانشطار الثنائي. هناك كان بيحصل في الكائنات وحيدة الخلية بس، صح؟ إنما هنا ممكن وحيدة أو عديدة. هناك كان الفرد الأبوي بيختفي، هنا الفرد الأبوي بيظل موجود، بيظل موجود، البرع منفصل والأحمر ده موجود زي ما هو، وكذلك برضو الخلايا الأصلية موجودة اهي لم تختفي. الحاجة الثانية الخلايا الناتجة غير متساوية، يعني البرعم مش قد الخلايا الأصلية، البرعم مش قد الخلايا الأصلية. ما تقوليش هيكبر، ما حد من عادي هيكبر، اه بس انا اقصد وقت الانبات، وقت ما نتج كانوا الاثنين قد بعض، لا غير متساويتان. الكلام على فكره والله العظيم اسهل ما يمكن. على فكره زي ما اقول لكم في البدايه ان في معلومات كتير احنا عمالين نقول معلومات من الصبح، بس ان انا اقف عند حته كده وعمال بقى تعالوا على الحته دي صعبه مش لاقي، فيش بجد والله المعلومات كلها سهله بس كتير. واللي هيراكم حاجه يا جماعه هيتوه، فما تراكموش. اللي هيذاكر التكاثر اول باول ويسمع الكلام ان كل مره يجيب التكاثر من الاول للاخر، صدقني الدرس الاول بعد كده اللي احنا بنشرحه النهارده دوت هياخد منك بالظبط 20 25 دقيقه من اوله لاخره بالتكات بكل حاجه، وهتبقى حفظته زي اسمك. وبعد كده بقى لما نيجي للدرس الثالث ولا نيجي للتكاثر في الانسان ويلا اقول لك تجميعه مين مين الحاجات اللي بتجبد تتكاثر لاجنسي بالطريقه الفلانيه، ايه الحاجات اللي بتنقسم ميوزي، ايه الحاجات اللي بتنقسم ميتوزي، ساعتها هتقوم جاي لي ثواني المنهج كله في دماغي، الانشطار الثنائي ميتوزي بس، التبرعم كان بيحصل في كذا وكذا وميتوزي بس، الجراثيم التجدد كل حاجه في بالك. فهمت الفكره؟ طيب لو انا بقول دوت فرد، ده الفرد الاصلي ودول الخليتان الناتجتان، وبقول ده الفرد الاصلي، مين فيهم التبرعم الف ولا ب؟ الف. يا رب ب التبرعم عشان الاثنين مش قد بعض، وده انشطار ثنائي عشان الاثنين قد بعض بس. ما فيها اي مشكله؟ طيب ما اظنش ان هي محتاجه تتصور، بس بسرعه يلا لو حد عايز يصور. الكتاب على فكره موجود بره وانتوا خارجين هتاخدوه يعني. الكتاب قد الكتابين اللي فاتوا، الكتاب التكاثر قد الدعامه والحركه والهرمونات. لا بس الكتاب اللي فاتوا عشان المعسكر ديزاين بتاع المعسكر احلى. اه لسه هنجيبه المره الجايه بقى ان شاء الله. بس على كده هو المعسكر ده معناه ان احنا هنراجع على كله وناخد امتحان شامل على التلات فصول. ده انت هتاخد امتحان على كل فصل لوحده؟ في بنك اسئله، كتاب المعسكر دوت عباره عن هتلاقي مثلا 10 صفحات فيهم الباب كله، النقط المهمه في الباب. وبعد كده بنك اسئله مثلا 200 300 سؤال على الباب ده، وبعد كده اختبار 60 سؤال. الهرمونات كذلك، يلم الباب مثلا في 5 6 صفحات، وبعد كده بنك اسئله 200 سؤال، بعد كده امتحان على الهرمونات. التكاثر فيه امتحانين في الاخر، بنك اسئله كبير جدا، وبعد كده امتحانين في الاخر، وبرده كذلك لامم الفصل كله في 10 15 ورقه. تمام؟ الناس كلها بتبقى بادئه المناعه والدي ان ايه وقلقانه على اللي فات، قلقانه على الدعامه والحركه. انت بتبقى بادئ المناعه والدي ان ايه وحاسس ان الدعامه والحركه في ايدك، انا لسه مراجعها اصلا. ويبقى عندنا اريحيه ان انا وانا بتكلم في المناعه وانا بتكلم في الدي ان ايه اقعد اقول لك امثله من الدعامه والحركه وانت فاكرها ومثبتها في دماغك يعني، فما تقلقوش. طيب النوع التكاثر اللي بعد كده هو التجدد. اهم كلمه في التجدد ركز معايا كده وخد بالك منها، التجدد اكبر من مجرد تكاثر. لا 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 احفظها، التجدد اكبر من مجرد تكاثر. طيب ليه بقى؟ هو انا لو تعورت مش دلوقتي الجرح بيلتئم يبقى ده تجدد؟ ولكن هل انا تكاثرت؟ يعني هو الجرح ده طلع منه احمد كده زي عفريت فانا بقيت احمدين؟ يعني مش الكلام دوت، انا زي ما انا ما زلت فرد، لم اتكاثر، لم ازداد في العدد، ولكن حصل تجدد. يبقى اذا التجدد مش بس تكاثر، ده اكبر من مجرد تكاثر. عارفين بعض السحالي وبعض الحاجات اللي بتسحب دي؟ اه لو انت قطعت الديل، الديل بيموت، ولكن السحليه ذات نفسها تقدر تعوض الديل كاملا. عارفين الجمبري؟ الجمبري بيبقى ليه من القشريات وليه رجول كتير نازله لتحت كده، لو انت قطعت الرجول بتاعته يقدر يعوض الرجول ديت تاني، يعوضها كامله. تمام؟ يبقى في ليفلين
من التجدد لا يعتبر تكاثر. ركز معايا كده. الليفل الاول بيحدث في الفقاريات العليا زي الانسان والطيور، اي حاجه عندها عمود فقري. ايه اللي بيحصل فيه؟ ركز كده. التجدد يساوي التئام الجروح. وبصراحه مش كل الجروح، التئام الجروح المحدوده في الجلد والاوعيه الدمويه والعضلات. ما فهمتكش. يعني تخيل كده لو الانسان طار منه ربع عقله، ربع عقله صباع، هيقدر يعوضها؟ لا. طب لو اتعور يعوضها بس بشرط. لو الجرح عميق لازم يتخيط. حتى في المستشفى بعد ما واحد مثلا جاي في حادثه، عافانا الله اياكم، دخل حادثه، فاحنا بنعمل حاجه اسمها برايمري سيرفي، نشوف الحاجات جسمه كله في مشكله في العمود الفقري، التنفس، النبض والكلام ده كله، خلاص اطمنا. نبدا بقى نشوف الجروح. في خدش، الخدش ده مش هنبص له اصلا. في جرح تاني هنحط عليه دريسنج او حاجات يعني ملينات وكده ومراهم وكده ونغطيه وخلاص، وهو يلتئم لوحده لانه جرح محدود الجسم يقدر يعوضه بسهوله. في جروح تانيه يقول لك لا لا لازم خياطه، ومش بس خياطه، ده انت هتخيطه في طبقتين لان انت بتخيط العضلات من جوه وبتخيط الجلد. ليه؟ لانه جرح عميق، الجسم مش هيقدر يعمل التئام كامل لوحده. فاذا قدره الجسم بتاع الانسان على التجدد محدوده، قليله قوي، يا دوبك التئام الجروح. في حاجات لا الليفل عندها اعلى شويه، زي مين يا عم الحاج؟ زي البرمائيات والقشريات. البرمائيات والقشريات. نخلص من الامثله بتاعه البرمائيات في المنهج. الضفدع عارفين ان هي بالبرمائيات طبعا، وفي حاجه كده اسمها السلمندر. السلمندر بتاع كده عامل زي البرص، بيبقى لونه اسود مفحم وفي بقع صفرة كده. ما علينا، السلمندر هيقابلنا تاني في المنهج. القشريات زي الجمبري والاستاكوزا والكابوريا من القشريات. حلو. دول بيعملوا ايه بقى؟ لا التجدد فيهم اعلى شويه. التجدد يساوي استعاضه الاجزاء المبتوره. لا ده احنا وصلنا لليفل تاني شويه. يعني ايه استعاضه الاجزاء المبتوره؟ يعني لو عقله اتقطعت، طبعا الكلام ده ما بيحصلش في الانسان، هنفترض ان هو في الانسان يعني، لو عقله اتقطعت تجددها، لو صباع اتقطع تجدده، احنا ما نقدرش نعمل كده. هم بقى لو الديل اتقطع يجددوه، لو الرجل بتاعت الجمبري اتقطع يجددوه. ودوت بيتطلب قدره على حاجه اسمها التنايز. يعني ايه التنايز؟ يعني عارف، مش احنا كنا زيجوت؟ ركزوا في الكلام ده لانه عميق جدا. احنا كنا زيجوت، الزيجوت دوت ادى كل انواع الخلايا في جسم الانسان. يعني الزيجوت دوت بعض الخلايا منه ادى خلايا كتير قوي، بعضها تمايزت الى شعر وجلد، بعضها تمايز لجلد، بعضها عمل العين، الرموش، الجفن، الحواجب، مش عارف، الجلد بتاع الخد مختلف عن الجلد بتاع فروه الراس، جلد باطن اليد مختلف عن جلد ظهر اليد، شعر الجسم مختلف عن شعر الراس، الامعاء، الاحشاء كلها. ايه ده؟ الزيجوت تمايز، تمام؟ يبقى التمايز معناه هي قدره خليه على انتاج اعداد او انواع مختلفه من الخلايا. ليه؟ لان انت دلوقتي قطعت الديل. طب الديل دوت عباره عن ايه؟ عباره عن حراشيف او جلد من بره، وعباره عن اوعيه دمويه، وعباره عن اعصاب، وعباره عن دهون، وعباره ممكن يبقى فيه مثلا في جزء عظمي، فاهميني؟ ده كله بيتجدد. يبقى الخليه اللي كونت الديل لديها القدره على التمايز، ان هي تعمل الحاجات دي كلها. انما انت لما تتعور الجلد بيدي جلد، هل ينفع خلايا الجلد تدي عظم؟ عشان كده لو العقله طارت مش هتقدر تجددها، مش هتقدر تعمل استعاضه للاجزاء المبتوره، تمام؟ الاثنين ده همت لا يعتبر تكاثر. طب ما ده هزار، لان احنا جايين ندرس التجدد ولا جايين ندرس التكاثر بالتجدد؟ التكاثر بالتجدد، التكاثر بالتجدد. فمعلش يعني دول احنا ضيعنا وقتنا فيهم. قول لي بقى التجدد فين او التكاثر بالتجدد. رقم ثلاثة، التكاثر او التجدد يساوي تكاثر، ودوت في امثله كتير احنا هندرس منهم ثلاثة. رقم واحد، الهيدرا والاسفنج. ما انا لسه قايل لك من شويه ان الهيدرا والاسفنج بيتكاثروا بالتبرعم وبالتجدد. وفي حاجه اسمها دوده البلاناريا. الحاجه اللي بعد كده نجم البحر.
الهيدرا والاسفنج ايه اللي بيحصل فيه؟ هنرسم برضو الهيدرا مش هنرسم الاسفنج اهوت. وادي اللوامس. المره دي بقى مش هنتكلم عن الخلايا البينيه وانتاجها للبرعم، المره دي احنا هنقطعه الى عده اجزاء في مستوى عرضي. تخيل ايه اللي هيحصل؟ الجزء ده هيعمل هيدرا كامل، وده هيعمل هيدرا كامل، وده هيعمل هيدرا كامل، يبقى ينمو كل جزء الى فرد جديد. وهنا كان فرد، بقى كم فرد؟ بقى ثلاثة. ادي واحد اثنين ثلاثة، فدوت معناه ايه؟ معناه تكاثر بالتجدد. بعد واحد كتر بقى ثلاثة، يبقى ده يعتبر تكاثر، التجدد يعتبر تكاثر. ايه دودة البلانريا؟ تعال اقول لك معلومتين عنها الاول. ان هي دودة من الديدان المفلطحة. ايه الديدان المفلطحة ديت؟ احنا عندنا انواع كتير من الديدان او اشكال، يعني في دودة اسمها السلندريكال اللي هي الاسطوانية، الدودة اللي احنا نعرفها شكل دودة الارض او دودة الاز اللي هي الاسطوانية. وفي دودة اسمها الشريطية، دي بتبقى سيجمنتد، يعني جسمها متقسم سيجمنتات كده او زي عقل الصوابع. وفي دودة اسمها الدودة المفلطحة المبططة، عاملة زي الكراسة كده مبططة وبتزحف. دي منهم وهرسمها لك دلوقتي. وبتعيش في الماء العذب فقط. نجم البحر بالمناسبة على طول بيعيش في الماء المالح فقط، يعني ده تلاقيه في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، ما تلاقيش البلانريا هناك. دي تلاقيها في نهر النيل، ما تلاقيش نجم البحر في نهر النيل. ولو اتحطت في الملح تموت، ولو اتحطت في العذب يموت. فاهمني؟ طيب البلانريا عامل ازاي؟ هي رسمة ببساطة خالص. ممكن تقطع إلى عدة أجزاء في مستوى عرضي، وينمو كل جزء إلى فرد جديد. يبقى هي دلوقتي كام دودة؟ واحدة. هتعمل كام دودة؟ أربعة. واحد اثنين ثلاثة أربعة. أو إن هي تقطع لجزئين فقط طوليا. لا ركز كده بقى، هنا الشرط كانت عدة أجزاء في مستوى عرضي، مفيش مشكلة. هنا عدة أجزاء عرضية أو اتنين جزء فقط جزئين طوليا، مش أكتر من كده. نجم البحر بقى بيتكون من خمسة أذرع، عامل كده، وفي حاجة في النص اسمها القرص الايه؟ القرص الوسطي. شفتوا الفيديو؟ ماشي. القرص الوسطي ايه اللي بيحصل بقى؟ شرط التقطيع هناك كان عرضي، هنا عرضي عدة أجزاء أو جزئين طولي. هنا إن يبقى معاه جزء من القرص الوسطي، يعني أنت لو قطعت الدراع ده مع قطعة من القرص الوسطي ينمو الذراع إلى فرد جديد. يعني تخيل كده احنا عملناهم كده اهو، دي الحتة اللي احنا قطعناها، وادي القرص الوسطي اهوت، ودوت بقى عبارة عن ادي ذراع، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع، والحتة اللي احنا قطعناها من القرص الوسطي اللي طلعت فوق اهي. ده هيعمل نجم بحر كامل، يعني هيكون أربع أذرع، وده هيعوض الدراع. يبقى دوت يعتبر تكاثر ولا لا؟ يعتبر، ما هو كان واحد وبقى اتنين، يبقى يعتبر تكاثر. طيب لو احنا قطعنا الحته دي بدون قطعه من القرص الوسطي، دي هتموت ودي هتتجدد كتعويض، ودوت يعتبر تجدد ولكن لا يعتبر تكاثر، استعاضه للاجزاء المقطوره فقط. حد ملاحظ ان التجدد بيتناسب عكسيا مع الرقي؟ الفقاريات العليا هي ارقى الكائنات، صح؟ زي الانسان على قمه الرقي، ولكن التجدد يا دوبك التئام الجروح. طيب انزل شويه بالرقي هتوصل للبرمائيات والقشريات، التجدد فيها استعاضه للاجزاء المفطوره. علي شويه، انزل بقى خالص عند الكائنات البدائيه زي الهايدر والاسفنج والبلاناريا ونجم البحر، هتلاقي التجدد يعتبر تكاثر. تمام؟ يبقى العلاقه ما بين الرقي والتجدد علاقه ايه؟ عكسيه. جميل. في عضو في جسم الانسان الكبد لديه قدره استثنائيه على التجدد، والقدره ديت استعاضه للاجزاء المفطوره. لا ركز بالله عليك، الانسان اهو ما فيهوش استعاضه، الاجزاء الانسان التئام الجروح، ولكن الجزء الوحيد او العضو الوحيد اللي لديه القدره على استعاضه الاجزاء المفطوره هو الكبد. ازاي؟ دلوقتي دوت كبد بيتكون من فصوص كتير، في فصين كبار تولوبس وجواهم سيجمنتات متقسمين اكتر من كده حوالي 10 سيجمنتات. الدكتور بتاع الجراحه بيقطع في حته معينه عشان واحد يتبرع بنص الكبد بتاعه وجزء منه، والشخص اللي عنده تليف بناخد الكبد بتاعه نرميه ونحط له النص ده. الشخص اللي خدنا منه هيكمل، والنص اللي احنا خدناه هيكمل، بقوا كبدين.
ركز وما تجاوبش بسرعه. هل دوت يعتبر تكاثر ولا لا؟ لا لا يعتبر تكاثر. هو زياده في الاعضاء مش في الاعداد. ما انا فاهم والله. كل واحد دلوقتي سواء قال يعتبر تكاثر او لا، كل واحد عنده منطق وهو صحيح لحد ما انا اصحح الحاجه 100%. بمعنى هو دلوقتي بيقول لي يا دكتور مش كان عندنا كبد وقطعناه فده عمل كبد كامل وده كبد كامل، فبعد ما كان واحد بقى اتنين يبقى تكاثر اهو. هو حبيب التكاثر معناه انتاج اعضاء جديده ولا انتاج افراد جديده؟ هو الكبد دوت انتج انسان كامل؟ لا. يبقى دوت يعتبر استعاضه للاجزاء المبطوره وليس ولا يعتبر تكاثر. تمام. هي قدره عاليه جدا على التجدد ولكن لم ترقى ان هي تتكاثر، الا بقى لو الواحد مثلا عايز يتكاثر دلوقتي يقوم جاي واخد حته من كبده يزرعها مثلا في اي حاجه تطلع له انسان بنات. ولا تقول لي بقى جوازها مش عارف ايه عايز عيل صغير كده من غير، فاهمني؟ عشان مثلا المهر والحاجات دي. يبقى اذا دوت استثناء، استثناء في الانسان اللي هو الكبد لديه القدره على التجدد واستعاضه الاجزاء المقطوره. طيب هل هناك مشكله في التجدد؟ الختام، الختام احنا كده ناقصنا ثلاث انواع من التكاثر: الجراثيم، التوالد البكري، زراعه الانسجه. هناخد الجراثيم. تمام. ويفضل لك التوالد البكري وزراعه الانسجه هينزلوا في الكود. لا 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 هتلاقي لهم فيديو 25 دقيقه كده وهنقولهم في بدايه الحصه الجايه برضه، بس اسمعوهم حلو. طيب الجراثيم رقم 4. السؤالين بتوعنا مين وازاي؟ مين اللي بيتكاثر بالجراثيم؟ هتلاقي بعض الفطريات زي مين يا عم الحاج؟ فطر اسمه عفن الخبز، عش الغراب، وفي فطر ثالث كده اسمه البنسيليوم. حد يعرف حاجه اسمها البنسلين؟ البنسلين. ايوه بنسلين، حقنه البنسلين، مضاد حيوي. حد يعرف هاي بيوتك؟ مضاد حيوي، اوجمانتين، فلوموكس، الحاجات دي كلها عباره عن مضادات حيويه بتتكون من ماده اسمها العيله اسمها البنسلينات، فيها بقى موكساسيلين وبنسلين وحاجات كتير. فالبنسلين دوت عباره عن مضاد حيوي. البنسيليوم ده الفطر اللي بينتج المضاد الحيوي. يعني احنا بناخد البنسيليوم ده نربيه ينتج البنسلين نستخدمه في الطب. تمام؟ في قتل الميكروبات البكتيريا. ماشي، يبقى ديت الفطريات اللي بتتكاثر بالجراثيم. بتحصل كمان في بعض الطحالب والصراخس مثل صرخس الفوجير وكزبرة البئر اللي احنا كده كده هنشرحه من الحصة الجاية في تعاقب الأجيال. طيب بعد كده بعض النباتات البدائية. أنا يهمني ده هو أهم واحد، عفن الخبز، لأن ده اللي احنا هنشرح عليه وده اللي هنرسمه. بص يا عم الحاج، ديت لقمة عيش طرية رطبة وعليها عفن خبز، ده كده اسمه أشباه جذور لأنها بتبقى صغيرة جدا لا ترى بعين مجردة، فبنسميهاش جذور، لا بنسميها أشباه جذور. وطالع منها حوامل جرثومية على قمتها أكياس كده اسمها حوافظ جرثومية. سبحان الله، الحوافظ الجرثومية هيبقى جواها إيه؟ ممتازين، جراثيم. الجراثيم ديت لما بتنضج الحافظة بتتفتح فتتحرر الجراثيم في الهواء لحد ما تسقط على تربة رطبة أو لقمة عيش مبلولة. آدي الجرثومة. أول حاجة الجرثومة هتعملها من التربة الرطبة أكيد هتمتص الإيه؟ هتمتص الماء بالخاصية اللي اسمه زي، فلازم تركيزها يبقى عالي ولا قليل؟ عالي عشان تشفط المية. يبقى أول خطوة هي رقم 1 تمتص الماء بالاسموزية عشان تنبت. رقم 2 يتشقق الجدار، ما هي لما تمتص المية المية هتزق على الجدار فيبدأ يتشقق وتبدأ بقى تنزل أشباه الجذور والسيقان اللي هي الحوامل الجرثومية والحوافظ الجرثومية، فتبدأ يتشقق الجدار. ورقم 3 تنبت وتنمو إلى فرد جديد. إزاي؟ كده اهو، وديت حوافظ جرثومية جواها جراثيم لما الظروف تتحسن أو تنضج قصدي تنتشر وتنزل على تربة رطبة تمتص الماء يتشقق الجدار وتبدأ تنبت أشباه جذور
حوامل، حوافظ، جراثيم، تنضج، تتحرر، تنتشر، تنزل، تمتص، تتشغل، فهمني؟ وهكذا بسرعة كبيرة جدا. ودي أهم ميزة في الجراثيم، أهي مميزات التكاثر بالجراثيم. رقم واحد سرعة الإنتاج ووفرة النسل. ده أنت لو جبت لقمة عيش وحطتها في الهواء بس تبقى لقمة عيش طرية، حطها في الهواء بس وسيبها من أول يوم لآخر اليوم، هترجع تلاقيها معفقة كلها. طب إيه ده وقت يعني الفطر قدر ينتشر فيها كلها كده؟ آه سريع جدا، سريع جدا. ووفرة النسل دي تعالى نتخيل كده أرقام، وأنا عايز أقول لك الأرقام اللي أنا هقولها دي أقل بكتير من الحقيقي. تمام؟ هنفترض إن كل فطر فيه 3 حوافظ. تمام؟ وكل حافظة جواها 100 جرثومة. يبقى كده كام؟ 300. يبقى الفطر الواحد هينتج 300 جرثومة، وكل جرثومة تنتج فطر، يعني الفطر بينتج 300. دي مرة، مرة التكاثر. خلي بالك ال 300 كل واحد هينتج 300. كده 90,000. صح؟ 4 أصفار و 90,000. ال 90,000 كل واحد هينتج 300. حط بقى 6 أصفار 27، 2 مليون 700 ولا يمكن أكتر، 27 مليون. 27 مليون في 3 مرات. كنا بادئين بجرثومة، بقوا 27 مليون جرثومة. أنا عايز أقول لك إن الرقم اللي بعد 27 مليون، 27 مليون في 300. إحنا بنتكلم في أرقام مهولة في وقت قليل جدا. فيبقى إذا فعلا سرعة الإنتاج ووفرة النسل مميز جدا التكاثر بالجراثيم. رقم 2 ورقم 3 نقولهم بعد كده نفسرهم ونمشي. أول حاجة تحمل الظروف القاسية. رقم 3 الانتشار لمسافات بعيدة. ليه بتتحمل الظروف القاسية؟ عشان تركيب الجرثومة مميز. تركيب الجرثومة عاملة ازاي يا عم الحاج؟ عبارة عن خلية عاملة كده هوت، بس الجدار بتاعها سميك جدا. تتميز بجدار سميك، جدار سميك، ما عشان كده بتتحمل الظروف القاسية، بيحميها. نواة ملناش دعوة بيها، السيتوبلازم ماله؟ سيتوبلازم فيه كمية قليلة من المية. كلمة كمية قليلة من المية يخليها وزنها تقيل ولا خفيف؟ يبقى فيه خفة الوزن، وخفة الوزن دي تخليها تنتشر لمسافات بعيدة، الهواء يشيلها بسهولة. تخيل كده لو مليانة مية هتسقط، الهواء مش هيقدر يشيلها. قلة المية يخليها تمتص الماء بالخاصية الاسموزية، لأن التركيز جواها هيبقى ماله؟ عالي، الضغط الاسموزي عالي، فلما تسقط على التربة تشفط منها المية. أصل تخيل لو هي جواها مية كتير ونزلت على تربة رطبة، بس المية جواها تركيزها أقل من بره، ده كده هي هتفقد المية. فاهمني؟ يعني مثلا في واحد غني، غني ونزل في حتة هي غنية بس هو أغنى منهم، هيعمل إيه؟ هيديهم. لا، إحنا عايزينها فقيرة، احنا عايزينها فقيره عشان لما تنزل على التربه تشفط منها الميه، عايزينها مركزه عندها ميه قليله واملاح كتير، فلما تسقط على التربه تمتص الماء بالخاصيه الايه؟ الاسموزيه. لما يجي يعرف الجرثومه بيقول ان هي خليه وحيده. اه صح، هي خليه وحيده متحوره للنمو مباشره الى فرد جديد. نمو مباشره، اه هي لما بتسقط على التربه تمتص الماء وتدي فطره عفن خبز جديد على طول. بس اظن ان اي خليه كده لا. الحيوان المنوي مثلا، هل هو متحور للنمو مباشرة لفرد جديد ولا لازم يبقى فيه بويضة؟ لازم بويضة، فاهميني؟ يبقى ديت مش محتاجة اخصاب من حد، هي بس هات لها مية، ظروف ملائمة، تمتص المية، خلاص تنمو الى فرد جديد. على فكرة دوت افضل نوع من انواع التكاثر اللاجنسي. احنا خدنا صيغتين تفضيل النهاردة. ابسط او اسهل انواع التكاثر اللاجنسي هو الانشطار الثنائي، ده ابسط نوع. انما ده افضل نوع من انواع التكاثر اللاجنسي عشان الثلاث مميزات بتفسيراتهم. يعني سرعه الانتاج ووفره الناس لانه من الكائنات البدائيه القصيره العمر اللي وبتتكاثر بالجراثيم باعداد كبيره. تحمل الظروف القاسيه عشان الجدار السميك. الانتشار لمسافات بعيده عشان كميه الميه قليله فبتبقى الجرثومه خفيفه فتنتشر. في مشكله في الحصه بتاعت النهارده؟ طيب الحمد لله، يعني الحصه اتقال فيها كل حاجه انا عايزها، وده هيريحنا جدا جدا جدا. والقلب ينادي، والقلب ينادي كن كالشجعان.